أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء. روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء، ومسلوب العمامة ظلما والرداء أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله. سيدي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلعت بدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما جرت حزنا له الأدمع حمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، ماذا رأت زينب؟ لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا. هاي اللي شافته زينب بكربلة يوم عاشر، لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا، فجاءت بصبر دون مفهومه. يلا اقرأ وياي. الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، رأته ونادت وهي على الناقة، شوف ايش قالت زينب لأخوها الحسين، رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي
لك القتل مكتوب ولي كتبان. ايه جاوب وياي. اخي رأته ونادت يا ابن امي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتبان. الأسرى علي عزيز أن أسير مع العدا. مو بيدي يا أبو علي. علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهرك الحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. قلبي وياك أبو علي يبقى وياك ما يخليك أبو علي. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. بآخر اللحظات زينب اشعدها ويا الحسين آخر اللقاء اش قالت؟ متحيرة يا حسين كيف امشي بلياك. اقرأ لك حيرة زينب وهي على الناقة واخر لقاء ويا الحسين. وين تروح؟ رأس الحسين على ذروة الرمح، جسده على بوغاء كربلاء. اسمع خطاب زينب للحسين، تقل متحيرة يا حسين كيف امشي بلياك. مع راسك امشي الوليل لو اظل وياك. أني لو رحت ويا الراس ظل الجسد مطروح. لو ظلت ويا الجسد لعد براسك تروح. افراقك يا نور العين والله يذوب الروح. وشلون عنك نمشي واحنا ما دفناك. اني لو اريد تغسيلك يا اخويا نريد شياك. ما عندي احد ابو علي غير عليل على ظهر الناقة. اني لو اريد تغسيلك يا اخويا نريد. يلا اقرأ. شيال غسل جفن من ويل يا سور العيال. والميت متواري بقبر غير الرجال. وانا غريبة وانحلت جسمي يتامى. ايش عندك يا زينب؟ هادي تنادي من العطش فتت شبده. وتحكي لي هادي من العدو بصوت ضربها. والشام يا ابن امي يكلفنا دربها. عندك علم يا حسين ما ترحمنا اعداك. ما ادري تتحمل هذا البيت يا ولا. هاي امنية زينب اخر لقاء. شو تقول؟ تقول لي يا ريت سيف اللي ذبحك خمد انفاسي. بتشاك هذا البيت. ما تحملت امنية زينب؟ اسمع اسمع. تقول لي يا ريت سيف اللي ذبحك خمد. يلا اقرأ. انفاسي ويا ريت رمح لشال راسك شال.
راسي الله يا ما ذل وهضم بعدك أقاسي يا عيشة القشرة يا خويا اللي بليا تقل لأخويا لا تقول ما عنده شمره أبو مين يا أبو علي ملزومة أروح وياه والله ما أخليك ملزومة يا حسين تقل لأخويا أخويا لا تقول ما عندك أمره ولا تقول ضيعت أخوة أنا ما خوذة يا حسين قوة شوف الشمر بيا إيش سوى يا زينب قالت بصوت علمتوني تلو يا الله والله بصوت علمتوني إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني أيام العشت وياك ناغيك الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت قال إمامنا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في حق عمته زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق إمامنا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين سلام الله تعالى عليه الحديث في مثل هذه الليلة انطلاقا من كلام المولى عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه عن عمته الحوراء زينب الذي يكشف لنا عن عظمتها وعن عظيم شأنها وعن منزلتها صلوات الله وسلامه عليها بهذا الكلام النوراني الذي جرى على لسان الإمام المعصوم عمتي زينب عالم غير معلم وفهم غير مفهم أتحدث في مثل هذه الليلة حول موضع مرقد الحوراء زينب سلام الله عليه والأقوال في موضع قبرها ومرقدها بداية أقول اختلف المؤرخون والذين يتناولون الشأن التأريخي من العلماء حول موضع قبر السيدة زينب سلام الله تعالى عليها إلى عدة أقوال وتقريبا حصرت هذه الأقوال في ثلاثة أقوال
وفي ثلاثة آراء حول مكان وموضع قبر الحوراء زينب سلام الله عليها. الرأي الأول وله جماعة وله علماء وله من يتبنون هذا الرأي أنها دفنت في المدينة المنورة، يعني مرقدها الرأي الأول وين؟ في المدينة المنورة. رح نذكر الآن الآراء بشكل سريع، بعدين رأي رأي وتأتي المناقشة ونشوف أيهما الرأي الصائب والذي عليه الدليل، وما هو مشهور علمائنا في أي رأي لبيان موضع قبر الحوراء زينب سلام الله عليها. الرأي الأول يقول بأن موضع قبر الحوراء زينب أين؟ في المدينة المنورة. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، أن قبر الحوراء زينب في أين؟ في القاهرة، في مصر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن موضع قبر الحوراء زينب أين؟ في دمشق، في غوطة دمشق. نجي إلى الرأي الأول، خلينا نشوف إحنا شوي البحث علمي أدلتهم ومناقشة هذه الأدلة. أنا أحاول أختصر بقدر الإمكان. الرأي الأول، وهذا الرأي يتبناه السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، وهذا ما يقوله الشيخ محمد جواد مغنية، ينسب هذا الرأي إلى السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة وما الجزء 33. يقول أن قبرها وموضع قبر الحوراء زينب أين؟ في أرض المدينة. هذا من علماء الشيعة، أن قبر الحوراء زينب في أرض المدينة. ما هو الدليل على أن قبرها في أرض المدينة؟ التفتوا، قال أصحاب هذا القول يقولون أننا نقطع بأن الحوراء زينب بعد أن جاءت من مسيرة السبي دخلت إلى أين؟ إلى المدينة. آخر محطة إلى وين؟ المدينة المنورة. بعد أن انتهت من مسيرة السبي دخلت إلى المدينة المنورة. نقطع يعني عندنا علم، نقطع يعني علم بدخولها إلى المدينة المنورة، مدينة جدها رسول الله. ولا يوجد لدينا دليل على أنها خرجت من أين؟ من المدينة المنورة. فهنا نستصحب وجودها في أين؟ في المدينة المنورة، ونبقي ما كان على ما كان. فعندنا قطع بدخولها للمدينة وعدم وجود دليل بأنها خرجت من المدينة، إذن أين يكون موضع قبرها؟ في أرض المدينة كما يقول أصحاب هذا الرأي. وكأنما أصحاب هذا الرأي يقولون يعني دليلنا في هذه المسألة هو الاستصحاب الأصولي. هذه قاعدة الاستصحاب الأصولي موجودة عند علماء الاختصاص، علماء الأصول. الاستصحاب، ما هو الاستصحاب؟ يقولون الاستصحاب هو نجري الاستصحاب في هذه المسألة التاريخية، نعلم بدخولها إلى وين؟ إلى المدينة، وبعد ذلك نشك خرجت أو لم تخرج من المدينة، فنستصحب الحالة السابقة لوجودها في وين؟ في المدينة، فنبقي ما كان على ما كان. فالنتيجة التي يتوصلون إليها أن موضع قبرها أين؟ في أرض المدينة. إذن عمدة ما يستدلون به هو الاستصحاب. هذا الرأي صحيح ودليلهم صحيح أو لا؟ الجواب لا، لعدة أمور. جريان الاستصحاب في هذا المورد غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن علماء الأصول يقولون بأن الاستصحاب له أركان ثلاثة، راح أشرح لك بشكل سريع وتتضح الصورة. أركان ثلاثة: يقين سابق، شك لاحق، ووحدة الموضوع. كيف يعني؟ مثلا أنا عندي يقين بأنني على طهارة، زين،
بعد ذلك شككت في ارتفاع الطهارة، هذا الركن الثاني، وعدنا وحدة في الموضوع وهو ماذا؟ الطهارة. فهنا العلماء ماذا يقولون؟ إذا شكل، إذا كان يعلم ويتيقن الطهارة ومن ثم شك في ارتفاعها، ماذا يقول الفقهاء والعلماء هنا؟ يستصحب الحالة السابقة ببقاء ماذا؟ الطهارة. فهنا الاستصحاب، عندنا يقين سابق، شك لاحق، ووحدة في الموضوع، فهنا نجري الاستصحاب أننا على طهارة ونجري الأمور. نقول هذا الاستصحاب اللي استخدمه أصحاب القول الأول غير صحيح. ليش؟ لأنه يشترطون ماذا؟ يشترطون اجتماع الأركان الثلاثة. الأركان الثلاثة ما مجتمعة في قضية زينب. كيف ما مجتمعة؟ لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقطع بوجودها وين؟ في المدينة، ونشوك بقت في المدينة لو طلعت. زين، أكو وحدة موضوع؟ ماكو وحدة موضوع. كيف ماكو وحدة موضوع؟ لأن دخول الحوراء زينب إلى المدينة شيء، وموضع قبرها شيء آخر. هني ما في وحدة موضوع حتى أنت تجري الاستصحاب، حتى تثبت أن الحوراء زينب في أرض المدينة عن طريق الاستصحاب ما يصير، لأن اختل ركن من الأركان. نعم، أنت متى تقدر تستخدم الاستصحاب؟ تقول إذا قطعنا بأن الحوراء زينب مدفونة وين؟ في المدينة، وبعد سنين شككنا نقلت من المدينة أو لم تنقل، شنو هني الاستصحاب؟ نستصحب الحالة السابقة لأن في وحدة موضوع وهو موضع القبر، فنقول لا، موضع قبرها بالمدينة. لكن الإجراء هنا مو بهذه الطريقة، هم استخدموا الاستصحاب في غير محله. فإذا دليل الاستصحاب بأن الحوراء زينب دخلت المدينة ونشك خرجت أو لم تخرج، فنستصحب الحالة السابقة بأنها موجودة في المدينة إلى أن ماتت، فموضع قبرها في المدينة. هذا غير صحيح، لأن الاستصحاب لا يجري في هذا المورد. هذا أولا لمناقشة الرأي، يعني غير صحيح بأن قبرها في المدينة. ثانيا لو كان، يعني إن لم تسلم بقضية الاستصحاب وبطلان الاستصحاب في المناقشة الأولى، المناقشة الثانية تقول ثانيا أنه ما لا يوجد ولا أثر يشير إلى مكان قبر الحوراء زينب، بينما كثير من الأولياء والصالحين لهم آثار، لو ما أئمتنا لهم آثار، صحيح ولا؟ الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام علي بن الحسين، الإمام الحسن المجتبى، لهم آثار. أم البنين لها أثر أو ليس لها أثر؟ لها أثر، مكان معروف، زوجات النبي مكان معروف ولا؟ ها؟ يعني كلهم لهم أثر، إلا الحوراء زينب ما لها أثر. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنها غير موجودة في المدينة، قبرها ليس موجود في المدينة. هذا ثانية. ثالثاً، يعني لو كان لها قبر لبان، لو كان لها أثرون لبان، لكن لأنه ما موجود لها أثر، إذن هي وين؟ موجودة لو لا؟ غير موجودة. ثالثاً، ما وجدت لدينا ولا رواية أو حديث واحد يشير عن المعصومين أنها مدفونة أين؟ في أرض المدينة، ولا رواية واحدة ولا حديث واحد يثبت لنا أنها مدفونة في المدينة. هذا الأمر الثالث الذي يبطل الرأي الأول أنها مدفونة في المدينة. رابعا، يعني المناقشة الرابعة، أنه توجد أدلة وشواهد وقرائن تدل على أنها خرجت من وين؟ من المدينة، إما إلى الشام وإما إلى وين؟ إلى مصر. يجي الحديث عنها. إذن خلاصة الرأي الأول الذي يقول بأن الحوراء زينب سلام الله عليها دفنت وموضع قبرها في المدينة المنورة، رأي غير صحيح، لأن الدليل الذي اعتمدوه لا يتم في المقام، بل الشواهد
والدلائل والقرائن تدل على أنها خرجت من المدينة. إذن القول الأول غير صحيح، راح. نجي إلى القول الثاني. القول الثاني شي يقول؟ القول الثاني هذه يتبنى جملة من العلماء، من علمائهم ومن علماء الشيعة أيضا. مثلا هذا القول اللي يقول بأن مرقد الحوراء زينب وموضع قبر الحوراء زينب أين؟ في القاهرة، في مصر. هذا القول يتبنى ابن عساكر وابن طولون والشبلنجي، ها؟ ومن علمائنا الشيخ جعفر نقدي، أو النقدي أيضا من علماء الشيعة، يتبنى هذا الرأي بأنها دفنت أين؟ إلى مصر. ما هو دليلهم؟ قالوا بأنه لما رجعت الحوراء زينب سلام الله عليها بعد مسيرة السبي ودخلت إلى المدينة، قامت تؤلب الناس ضد يزيد ابن معاوية ثأرا لمن؟ للإمام الحسين عليه السلام، والي المدينة، والي المدينة، والي المدينة عمرو بن سعيد الأجدق، أرسل إلى يزيد قال له: هاي زينب بنت علي بنت أمير المؤمنين هكذا تفعل في المدينة، تؤلب الناس ضدك والثورة عليك وثأر الحسين وكذا. فأرسل إليه أن فرق بينها وبين الناس، فأمرها الوالي بالخروج. أصحاب القول الثاني يقولون: فخرجت الحوراء زينب إلى أين؟ إلى مصر. ويعتمدون في على هذا القول على رواية العبيدلي، رواية طويلة الآن، رواية العبيدلي أنها خرجت هي وياها بعد نفيسة بنت حسن العلوي، وطلعوا إلى وين؟ إلى مصر. طلعوا إلى مصر. إذن أصحاب القول الثاني يقولون بأن مرقد الحوراء زينب أين؟ في مصر. هذا الرأي صحيح أو لا؟ لا، لا يتم. يعني بحث علمي ليس إلا هو، أدلة ومناقشة. كيف؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لا يوجد في المصادر التاريخية التي أرخت تاريخ مصر في الإسلام أن هنالك قبر لزينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أكو مؤرخين موجودين، كتبهم موجودة، كتبهم موجودة، مؤرخين اللي أرخوا تاريخ مصر، والذين دخلوا مصر مذكورة أسماءهم في الكتب التاريخية موجودة. ما موجود كتاب يذكر بأن زينب بنت أمير المؤمنين دخلت إلى مصر. من المؤرخين ابن الزياد، مؤرخ معروف ابن الزياد، 193 هجرية متوفي، هذا عدراً هي دخلت ب 193 الرواية. عموما المؤرخ ابن الزيات، ابن زيات المصري، هذا إليه كتاب اسمه الكواكب السيارة. هذا الكتاب ذكر فيه الزينبي قبور النساء اللاتي اسمهن زينب، الرخم اللي أساميهم زينب كتبهم في كتاب الموجودين في مصر باسم زينب، كلهم ذكرهم وين؟ في كتابه الكواكب السيارة. روح شوف أكثر من 12 اسم لزينب، فتش كل الأسماء موجود، زينب بنت فلان، زينب بنت كذا، زينب بنت إلا زينب بنت أمير المؤمنين ما موجود. ولا يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا أن مو موضع قبرها في مصر، موضع قبرها في مصر. زين، ربما يتساءل إنسان، جنابك تتساءل تقول خو الآن المشهد الصرح الكبير الموجود الآن في القاهرة الذي يقال بأنه مشهد السيدة زينب، هكذا مكتوب عليه، هذا قبر السيدة زينب بنت أمير المؤمنين، إلى من؟ لمن؟ هذا قبر من؟ بعض العلماء المحققين يقولون هذا قبر زينب ومن سلالة الإمام علي سلام الله عليه. التفت،
ولكن ليس لزينب بنت أمير المؤمنين مباشرة، وإنما هذا قبر زينب ابن المتوج ابن الحسن الأنور ابن زيد ابن الحسن، شوف شوف ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. ونسلها يصل علوية، هي يصل إلى المن؟ إلى الإمام علي. هذا قبر زينب ابن المتوج ابن الحسن الأنور ابن زيد ابن حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. ليش كاتبين زينب بنت أمير المؤمنين؟ العلامة محمد حسين السابقي في كتابه حول مرقد الحوراء زينب هو يقول، يقول الشيخ السابقي العلامة السابقي يقول ليش هذا مكتوب على السيدة زينب. عادة قبور العلويين اللي نسبتهم لأمير المؤمنين ماذا يكتبون على الشاهد شاهد القبر؟ مثلا كانت رقية موجودة وهذه يوصل نسبها إلى الإمام الحسن، كتبوا رقية بنت أمير المؤمنين على وين؟ على شاهد القبر. ولما اجوا الى زينب بنت يحيى المتوج ايش كتبوا على الشاهد؟ كتبوا على القبر قالوا زينب بنت الزهراء البتول بنت امير المؤمنين. يعني اللي يقرا الشاهد للوهله الاولى ماذا يقول؟ بان هذا قبر زينب بنت امير المؤمنين. للوهله الاولى لما يقرا الواحد زينب بنت امير المؤمنين يعني زينب بنت من؟ بنت امير المؤمنين. إذن الرأي الثاني والرواية التي يعتمدون عليها أصحاب القول الثاني رواية العبيدلي بسند مرفوع بعد التحقيق في سند الرواية، أغلب الرواة اللي يروون هاي الرواية بأن القبر هناك الموجود لزينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها مجهولين. إذن لا يمكن التعويل على هذه الرواية، رواتها مجهولون ما معروفين بأن الحوراء زينب هي في أرض مصر أو في القاهرة. إذن القول الثاني أيضا غير صحيح بأن زينب سلام الله عليها. خب يبقى هذا مشهد وضريح لزينب ويصل نسبها أولياء لله سبحانه وتعالى، يتبرك يتوجه إلى ذلك المكان. زينب تقضي حوائج الناس أينما كانوا أينما كانوا أينما كانوا، شيء جيد واقعا أن يكون تذكر زينب في مصر، تذكر زينب في المدينة، تذكر زينب في دمشق. إذن الرأي الثاني أيضا ما ممكن قبوله بأن قبر الحوراء زينب أين؟ في مصر. يتبقى عندنا الرأي الثالث والأخير وأختصره، أن قبر الحوراء زينب أين؟ في دمشق، في منطقة يقال لها راوية بغوطة دمشق. وهذا رأي من؟ رأي مشهور علمائنا وفقهائنا، مشهور الطائفة الشيعية، أن قبر الحوراء زينب هو أين؟ هو الموجود في دمشق الحقيقي، وموضع قبرها وموضع قبرها. ومن الأدلة التي يستدل عليها أولاً، خل أبين لك أصحاب هذا القول، قول الثدوى وقول المشهور، شلون راحت هناك إلى دمشق؟ أنه كما يقول السيد جعفر بحر العلوم عن المحدث النوري، هذا المحدث الخبير النوري اللي هو أستاذ الشيخ عباس القمي، المحدث الشيخ عباس القمي، أستاذ المحدث النوري اللي ينقل عنه السيد جعفر بحر العلوم، يقول لما أصيبت المدينة بالمجاعة، أصيبت المدينة بالمجاعة، طلع عبد الله ابن جعفر ويا الحوراء زينب من وين؟ من المدينة. وين قصدوا؟ قصدوا إلى دمشق. عبد الله ابن جعفر معروف تاجر عنده خير، راح إلى وين؟ إلى مزارعة، إلى القرى اللي يمتلكها وين؟ في دمشق. فتوجه مع زوجته الحوراء زينب إلى أين؟ إلى دمشق، إلى مواضع ما يمتلك ملكه، هناك مزارع ماله، رجال تاجر راح يتفقد أراضي وقرى ومزارعة، وراح ويا الحوراء زينب بعد أن أصيبت المدينة بالمجاعة. فبقيت الحوراء زينب هنا إلى أن مرضت وماتت في دمشق، في منطقة راوية
في غوطة دمشق المملوكة إلى عبد الله بن جعفر. من الأدلة خب والدلائل التي يستدل بها على أنها في الشام ما هو؟ أولا كما قلنا المؤرخون حصروا موضع قبرها في ثلاث مواضع، في المدينة وفي مصر وفي الشام. أبطل القول الأول وأبطل القول الثاني، فيتعين القول الثالث بأن موضع قبرها وين؟ في دمشق. هذا أولا. ثانيا كثير من علمائنا يتبنون هذا الرأي بأنها دفنت في أرض في دمشق. ثالثا قضية عبد الله بن جعفر يوم طلع وياها بعد أن أصيبت المدينة بالمجاعة إلى دمشق. ثالثا حدوث الكرامات، هذا دليل حدوث الكرامات تحت القبة الشريفة. أين؟ وين؟ في دمشق. هذا دليل واضح على أن موضع قبرها وين؟ في دمشق. قاضية الحاجات زينب بنت أمير المؤمنين، باب أمير المؤمنين زينب، قاضية الحاجات. كثير من الكرامات التي حصلت وتحدث عنها العلماء وكتب عنها المؤرخون حصلت أين؟ عند ضريحها في دمشق، وهذا يدل على أن موضع قبرها أين؟ في دمشق، الحوراء زينب سلام الله عليها. إذن هو الرأي الذي عليه العلماء والرأي الأقرب إلى الصحة والذي تركن إليه النفس أن موضع قبرها أين؟ في الشام. ويا عجب أنها توجهت إلى نفس المكان الذي حصلت لها فيه المصائب، الشام. وما أدراك ما الشام؟ أنها تعود إلى تلك المنطقة التي استقبلوها بالدفوف والطبول وهي على ظهر زينب. الله، زينب بنت أمير، وما جرى على زينب عندما يقال بأن زينب أم المصائب؟ نعم، أم المصائب. الذي جرى على الحوراء زينب ليس بالقليل. أحد العلماء رأى في عالم النوم، رأى في عالم الرؤيا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، رآه حزينا باكيا. قال له سيدي في عالم النوم، قال له سيدي ما لي أراك تبكي، ما لي أراك حزينا؟ قال له يا غاذا، إن هذه الليلة هي ليلة وفاة عمتي زينب، وإن الملائكة في السماء ينصبون المجلس والعزاء على عمتي. يبكي على زينب، ترى اللي جرى على الحوراء زينب ليس بالقليل. سوت كربلة بزينب، سوت المصايب بزينب، ماذا رأت زينب يوم عاشوراء؟ شافت زينب المصائب ليست قليلة التي صبت على قلب الحوراء زينب. رأت الأكبر مجزر على بوغاء كربلاء، رأت القاسم بعد، رأت موقف للحسين ما تحملت زينب. وين هذا الموقف؟ خل أقرأ لك، اسمع. هاي زينب لما خر الأكبر على بوغاء كربلاء وانطلق الحسين إلى الأكبر، هنا ارتفع صياح الحسين، إجت الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدين، اتقل ابن أخوي أسمع صياح الحسين. قال لها عم زينب إن كان هذا الصوت صوت أبي فإن المقتول أخي علي. عم زينب ارفعي طرف الخيمة، رفعت الحوراء زينب طرف الخيمة. قال عم زينب ادركي أبي الحسين فلقد تمدد بطول ولده علي. أي زينب شفت المصايب إش كثر؟ رأت الحسين على بوغاء كربلاء وقد جالت الخيل على صدره،
وتكسرت أضلاعه. كل هالمشاهد شاهدتها زينب حتى شاب شعرها وحدة ودب ظهرها من كثرة المصائب. لما رجعت الحوراء زينب، أنا طلبوا مني خل أقرأ لك الأبيات. لما رجعت زينب إلى المدينة بعد مصائب كربلاء، ها إجت أم البنين إلى الحوراء زينب، عرفة الحسين قتل، تريد توازي زينب. زينب واقفة ويا الأطفال ويا النساء، لكن أم البنين ما عرفتها. إجت إلى الإمام زين العابدين، تقول له سيدي وين عمتك زينب؟ وين زينب؟ قال يا أم انظري إلى تلك المرأة التي شاب شعرها وحدة ودب ظهرها وتعلقت الأطفال بأذيال، يا هي عمتي زينب. هاي زينب، الله. إجت أم البنين ناحية زينب، شو تخاطبها؟ من تكوني انت يا الحرمة الغريبة، من تكوني مبينة عليك المصيبة، من تكوني حالتك والله عجيب. اسمع رد الجواب من زينب، تعرفها ها؟ اني زينب، اني زينب غيرت شكل المصايب، اني زينب راسي من الهموم شايب، اني زينب يما ومضيع الحبايب، يمي لبني المصايب جسمي ناحب. اسمعها اسمعها، يم البنين مو صرت ما عندي كافي، يم البنين انا ضيعني بفار، بقيت زينب تنعى الحسين إلى آخر عمرها وهي في بلاد غربة في أرض الشام، وعند احتضارها للموت جاءت النساء لها تقدم لها الماء، نظرت إلى الماء فغرورقت عيناها، أأشرب الماء وقتل الحسين عطشان؟ أأشرب وذبح الحسين ظمآنا؟ وكانوا كلما أرادوا أن يمدوا يديها ورجليها تمتنع، ما ترضى، ما تقبل زينب بدون رجولة ولا إيدي، تخاطبهم بحنين وأنين، جرحت قلبي المجروح يلجيت توجهوني، ذكرتوني بالمظلوم يلد غمضوا عيوني، خلوني يا
يموت بهون لا تهيجون مكنوني، خلوني اموت بهون لا تذكروني بالمظلوم. اسمعها زينب، لا تمدوا الي رجلين ولا تسبلوا الي يدين. ليش يا زينب؟ ترى من تمد ويداني اتذكر اخوي حسين، انا ناديت الشمر خلي باغمضة وبمد ليدان. ايش سوى؟ رفسني رفسني وداس بن عالة ومن نحرة تسيل دموع. اسمع، تسيل دموع من نحرة وينادي يا شمر عطشان، تسيل دموع من نحرة وينادي يا شمر عطشان، سقني قبل تذبحني ترى قلبي غدا لهفان. يا ويلي غبر وداجه وشال الراس فوق سنان، لا تهيجون مكنوني ذكرتوني بالمظلوم. بيت الدعاء، ولما انجوا يشربوا غالما ينتحبت وصاحت، ولما انجوا يشربوا غالما ينتحبت صاحت، يا خويا الما شربت الماي اختك روحه راحت، حسرة عليك يا ابن امي امك في القبر ناحت على المظلوم. واويلي واويلي على المظلوم على المظلوم، واويلي واويلي على المظلوم. نومتي في القبر صعبة شلون في قبر ينام، نومتي في القبر صعبة شلون في قبر ينام، شلون اغمض عيني وعيني رأت حرق الخيام، شفتني بعيني اخوي حسين مرضوض العظام. الى هنا نسألك وندعوك ونتوسل اليك بحق مولاتنا الحوراء زينب، الا ما فرجت عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل، قريبا كلمح بالبصر او هو اقرب من ذلك. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم رد كل غريب الى وطنه سالما غانما لا فاقدا ولا مفقودا. جماعتي الحاضرين احفظهم اللهم في انفسهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك، وفرج اللهم عن اسرائكم يا الله. والفاتحة تسبقها الصلوات.